بيك؟ اشرف. اشرف ايه؟ رئيس عل. ايه المشكله اللي عندك؟ المشكله ان انا بقالي 12 سنه بالشركه بتروجيت وقبل عيطك بترو الاداره البحريه الاداره البحريه وقبل عيطك وبقالي 12 سنه فيها لغايه ما هي كلها عملوا وقبل عيطك لغايه دلوقتي ما حدش رد علينا ولا حد كلمنا وعملوا لي الموافقه دي يعني بعد ما صفيت من يوم 18 واحد عملوا لي موافقه على حسب ان انا ارجع شغل تاني. قالوا اصبر 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 بقى ينيموني. رحت الرئيس رحت الاداره رحت جميع ما يقدر على بال الوزاره كلها اخر حاجه ما حدش عايز يرد عليا ولا يعبر لي. حضرتك قد ايه كلكم؟ احنا ياما هنا تجمع كل دول بدريين فانت لو تتصور العقد دوت مع التصفيه وكله مبنى عن ايه؟ ان هم بيعملوا لي موافقه ورئيس مجلس الاداره لسه ما مضيش عليها بس ايوه ممضي كل حاجه.